شيء طوفك علي ولعب. بعد تهديدات واعتداءات ضد فريق بيروت أوربن لاب والعمال من قبل مناصري القوات اللبنانية، تحول مشروع لتوسيع الأرصفة وإنشاء ساحة عامة بالجميزة لموضوع طائفي. طلب اجتماع بمطرانية بيروت جمع مطارين مع نواب الأشرفية للبحث بالموضوع، وأعلن من بعدها مركز بيروت أوربن لاب انسحابه الكامل من المشروع. رغم حصول المشروع على موافقة السلطات المعنية واللي هن محافظ بيروت ومجلس بلدية بيروت اللي بيضم أعضاء تبعين للقوات اللبنانية، وبسابقة خطرة لآلية تطوير المدينة، انجبر فريق بيروت أوربن لاب يفاوض نائب القوات اللبنانية بدائرة بيروت الأولى غسان حصباني تحت الضغط. صدمنا من الضغط يلي قدرين يعملوه لحتى بلدية بيروت تطلب منا ساعة نجتمع مع مسؤول قوات بالمنطقة، ساعة نجتمع مع نائب المنطقة. فوتونا بدوامة مشاورات يلي بتدعي انه بتحكي باسم الناس، بس هي عم بتطالب بمصالح معينة لناس معينة. ما كان على اساس هيك مشروع يصير كل هيدا السجال. بيدر بالمشروع مركز بيروت أوربن لاب يلي تابع للجامعة الأمريكية ببيروت مع اخصائيين بالتصميم المدني والنقل، بعد سلسلة من اللقاءات مع السكان ومختار الحي. احنا اخذنا شرعيتنا انه نشتغل بالمنطقة من خلال جدية الدراسات، منا خطة تنقل السلس ومنا خطة مساحات الخضرة والطبيعية. اخذنا شرعية من الحكي مع الناس، وبالنسبة للتشاركية العلمية ما بنسأل قديش عرض الطريق وقديش مفروض يكون عرض المجرور، بنحكي مع الناس عن تجاربهم وعن شو ناقصهم بالحي. المشروع بيتماشى مع خطة النقل السلس والشامل لتحسين تنقل المشاة بالعاصمة يلي ساهم فيها المعمار الراحل حبيب دبس، بس كمان كان في انتقادات للمشروع. تخوف عدد من السكان بأنه يزيد المشروع من الطابع السياحي لأحياء مار مخيل والجميزة السكنية ومن زحمة السير يلي ممكن يخلقها تضييق الشارع. يعني أقل واحد اليوم بده يجي يعبي مي لبيته ما بيقدر، بدها تروح توقف شي بعيد 500 كيلومتر تجيب عتيل ليطلعوا على بيته. مريض ثاني بتأثر معه، وزيادة عن ذلك في عندك المدارس كمان هالشي عم يعمل عجقة. بالمقابل حصل المشروع على دعم من حوالي 270 متخصص أكدوا فيه إنه المشروع مدروس وبياخد الهواجس بعين الاعتبار. هالانتقادات المشروعة استثمرتها فعاليات المنطقة مثل اللي حصباني خي النائب غسان حصباني لفرض أمر واقع جديد. روح بلت البحر. أمر واقع باتجاه عزل مناطق بيروت عن بعضها وإسقاط دور السلطات الرسمية مثل المحافظ والبلدية ببعض الأحياء وتحييد دور الاختصاصيين بإدارة شؤون المدينة. هالحادثة بتندرج ضمن سلسلة حوادث صارت بعد انفجار 4 آب هدفها بسط سيطرة حزبية على المناطق المنكوبة. هالمناطق عم تشهد ظواهر عديدة من مسيرات عسكرية حزبية وانتشار شركات أمنية خاصة، وصولاً لفرض على الجهات الرسمية والأخصائيين والمجتمع المدني أنه ياخدوا برد القوى الحزبية المهيمنة بالأحياء قبل إنجاز أي مشروع بداية بالرصيف.